الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات في درس من دروس كتاب آداب المشي إلى الصلاة. ضيف هذا اللقاء هو سماحة العلامة الشيخ صالح ابن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. باسمكم جميعا أيها السادة نرحب بسماحته ونشكر له تفضله بشرح هذه المتون الطيبة المباركة، فأهلا ومرحبا سماحة الشيخ. حياكم الله وبارك فيكم. أحد الإخوة يسأل ويقول: فضيلة الشيخ، أنا بالنسبة لي صلاة الضحى لا أصليها الحقيقة، ولكن عندما أتذكر الظهر أصلي ركعتين بنية صلاة الضحى، هل يجزئني ذلك؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وقت صلاة الضحى من ارتفاع الشمس بعد طلوعها قيد رمح إلى أن تتوسط في كبد السماء وقت دخول الظهر، وينتهي وقتها بدخول وقت الظهر. نعم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وأوقات النهي خمسة. نعم، أوقات النهي التي نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صلاة النافلة فيها خمسة. نعم. بعد صلاة الفجر حتى تطلع الشمس. الأول: بعد صلاة الفجر حتى تطلع الشمس لا يصلى فيها صلاة نافلة. نعم. وبعد طلوعها حتى ترتفع قيد رمح. الوقت الثاني: بعد طلوع الشمس وبزوغها حتى ترتفع قيد رمح، هذا لا يصلى فيه أيضا. نعم. وعند قيامها حتى تزول بعد صلاة العصر. الوقت الثالث: الوقت الثالث عند قيامها حتى تزول، عند قيامها في وسط السماء حتى تزول إلى جهة الغرب، وهو وقت قصير لا يتسع لصلاة. نعم. وبعد صلاة العصر حتى تدنو من الغروب. والوقت الثالث من أوقات النهي: بعد صلاة العصر حتى تدنو من غروب، من الغروب. نعم. وبعد ذلك حتى تغرب. الوقت الرابع: بعد يعني تضيفها للغروب، يعني قربها من الغروب حتى تغرب. نعم. قال المؤلف رحمه الله: ويجوز قضاء الفرائض فيها. يجوز قضاء الفرائض في أوقات النهي، لأن الفرائض لا تؤخر بل مبادر بصلاتها عند ذكرها، ولا يؤخرها ويقول حتى ينتهي وقت النهي، بل يصليها في وقت ما يتنبه من نومه أو ما ينبه من نسيانه. نعم. وفعل المنذورات الثاني مما يجوز في صلاته في وقت النهي: الصلاة المنذورة، إذا نذر أن يصلي فإنه يجب عليه الوفاء بالنذر فيصلي ما نذره في أي وقت. نعم. وركعتي الطواف الرابع: في ركعتي الطواف يستثنى فعلها لأنها متعلقة بالطواف، فمتى طاف فإنه يصلي ركعتين ولو في وقت النهي، لقوله صلى الله عليه وسلم: يا بني عبد مناف لا تمنعوا أحدا طاف بهذا البيت، لا تمنعوا أحدا طاف بهذا البيت وصلى أي ساعة من ليلة أو نهار.
نعم. وإعادة جماعة إذا أقيمت وهو في المسجد. وإعادة الجماعة إذا أقيمت وهو في المسجد، يعني إذا حضر إقامة المسجد فإنه لا يليق به أن ينصرف، بل يصلي معهم تلك الصلاة وتكون له نافلة. نعم. وتفعل صلاة الجنازة في الوقتين الطويلين. ومما يستثنى فعله في وقت النهي صلاة الجنازة في الوقتين الطويلين، بعد صلاة الفجر إلى أن ترتفع الشمس صلى على الجنازة في هذا الوقت ولو كان وقت نهي، لأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالإسراع للجنازة وعدم حبسها. والثاني من بعد العصر، فيصلى عليها بعد العصر ولا تؤخر إلى خروج إلى غروب الشمس، لأن هذا يضر بالجنازة. نعم. الدفن ليلا يا شيخ صالح؟ والدفن ليلا أيضا يجوز، ولا تؤخر الجنازة ويقال انتظروا فيها إلى الصباح، بل تدفن ليلا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جاء مع جنازة بعد صلاة العشاء ومعهم مصباح ينير لهم الطريق. نعم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب صلاة الجماعة. باب صلاة الجماعة، يعني حكمها وفضلها، وهي في الصلوات المفروضة تجب صلاة الجماعة للصلوات الخمس. نعم. أقلها اثنان في غير جمعة وعيد. أقلها اثنان، رجلان بالغان، وما زاد فهو أكثر. نعم. في غير جمعة وعيد، فالجمعة يشترط لها ثلاثة فأكثر، ثلاثة فأكثر، وكذلك العيد اشترط له حضور ثلاثة فأكثر. نعم. هل لابد أن يكون الثاني يا شيخ بالغا ولو كان صغيرا؟ ما يحتسب الصغير، إنما يكون بالغا. نعم. وهي واجبة على الأعيان حضرا وسفرا. صلاة الجماعة واجبة على الأعيان، على كل شخص بعينه، وليست واجبة على الكفاية، وإنما هي على الأعيان، لقوله صلى الله عليه وسلم: من سمع النداء فلم يأته فلا صلاة له إلا من عذر. وقد قال عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه، قال: ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق. نعم. هناك سماحة الشيخ صالح من يقول بأن صلاة الجماعة ليست واجبة، إنما إذا صلاها في البيت أجزأته ذلك. هنا الأقوال كثيرة، لكن المعتمد على الدليل، وهذا قول لا دليل عليه، وهو بالتخرص، كلام بالتخرص بدون دليل، نسأل الله العافية. نعم. يقول: وهي واجبة على الأعيان حضرا وسفرا حتى في خوف. واجبة على الأعيان في الحضر وفي السفر، سواء كان في بلده مقيما على المقيم أو كان في السفر، فيصلون جماعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي بأصحابه في الأسفار جماعة، ويأمر المؤذن فيؤذن ويقيم، ثم يصلون جماعة معه صلى الله عليه وسلم. حتى في وقت الخوف تقام صلاة الجماعة. قال الإمام أحمد رحمه الله: ثبتت صلاة الخوف بست صفات أو سبع صفات كلها جائزة. نعم. قال الله تعالى: وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة، الآية. هذا دليل صلاة الخوف، إذا كنت فيهم يعني في حال الخوف، وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم، فإذا سجدوا
فليكونوا من ورائكم ولتأتي طائفة أخرى فلم يصلوا فيصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم. هذا دليل صلاة الخوف. وهذا إذا كان العدو في غير جهة القبلة، أما إذا كان في جهة القبلة فكلهم يصلون مع النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن إذا سجد النبي صلى الله عليه وسلم يسجد معه الصف المقدم ويبقى الصف المؤخر في وجه العدو، فإذا قام إلى الثانية تأخر الذين كانوا معه فصاروا هم الصف الثاني، وتقدم الذين كانوا هم الصف الثاني في الركعة الأولى وصاروا هم الصف الأول، وأكملوا الصلاة على هذا المنوال. نعم. وتفضل على صلاة المنفرد 27 درجة. تفضل صلاة الفرد، تفضل صلاة الجماعة على صلاة المنفرد 27 درجة، يعني 27 صلاة، فلها فضل 27 صلاة، وهذا فضل عظيم. نعم. وتفعل في المساجد، تفعل صلاة الجماعة في المساجد، لأن سنة النبي صلى الله عليه وسلم أنهم كانوا يحضرون صلاة الجماعة والجمعة في المساجد ولا يصلونها في بيوتهم. نعم. والعتيق أفضل، والمسجد العتيق يعني القديم أفضل من الجديد لتقدم الطاعة فيه والعبادة فيه. نعم. وكذلك الأكثر جماعة، ومن بعد العتيق يعني القديم الأفضل الأكثر جماعة. نعم. وكذلك الأبعد، وكذلك الأبعد بعد الأكثر جماعة الصلاة المسجد البعيد لكثرة الخطوات. نعم. ولا يؤم في مسجد قبل إمامه الراتب إلا بإذنه. نعم. لا يجوز أن يؤم أحد الجماعة في مسجد إلا قبل إمامه الراتب إلا بإذنه، إذا أذن فلا بأس، أو عذره بأن كان مريضا ولا يستطيع الحضور، فينوب عنه من يصلي بالجماعة كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم لما اشتد به المرض، قال مروا أبا بكر فليصلي بالناس. نعم. إلا أن يتأخر، إلا أن يتأخر الإمام تأخرا يضر بالجماعة فإنهم يصلون ولا ينتظرونه. نعم. ولا يكره ذلك لفعل أبي بكر وعبد الرحمن بن عوف، وإذا أقيمت الصلاة ولا يكره. نعم. ولا يكره ذلك لفعل أبي بكر، لأنهم كانوا في غزوة تبوك أو في غيرها لما تأخر النبي صلى الله عليه وسلم، وقد خرج يصلح طائفتين بينهما نزاع من الأنصار فتأخر، فصلى بهم ابن مسعود رضي الله عنه. نعم. وحضر النبي صلى الله عليه وسلم وأدرك بعض الصلاة فصلى خلف ابن أم مسعود ابن مسعود. نعم. وإذا أقيمت الصلاة فلا يجوز الشروع في نفل، إذا أقيمت الصلاة فلا يجوز الشروع في نافلة، بل يجب عليه أن يصلي هذه الصلاة التي أقيم لها مع الجماعة، ولا يتأخر ويقول أصلي راتبة المغرب، لا، بل يصلي معهم والراتبة يصليها بعد ذلك. نعم. وإذا أقيمت وهو فيها أتمها خفيفة، إذا أقيمت الصلاة وهو في صلاة نافلة أتمها خفيفة ولا يقطعها، يتمها ويخففها حتى يدرك الجماعة. نعم. شكر الله لكم سماحة الشيخ على تفضلكم بشرح هذه الدروس الطيبة المباركة والتي يتابعها مجموعة من المسلمين، جزاكم الله عنا وعن أمة الإسلام خير الجزاء،
ويتجدد اللقاء في دروس قادمة. أنقل لكم تحيات زملائي الذين سجلوا هذا اللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.